صحة. مرة جديدة من ماحس ومباشرة من حدود منطقة ماحس ومن أمام بيت ماحس، هذا البيت الذي سيخدم أبناء المجتمع المحلي وشباب ماحس. وللحديث أكثر عن هذا البيت الذي يضم أبناء وبنات المجتمعات المحلية داخل منطقة ماحس، معنا رئيس بلدية ماحس الأستاذ فيصل الشبلي. صباح الخير. صباح الخير سيدي. يعني من خلال أمطار الغيث اليوم والحمد لله هذا الغيث اللي ربنا أكرمنا به، نتحدث عن بيت ماحس والخدمات ودور المجلس البلدي في هذا الموضوع إن شاء الله. يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباح التلفزيون الأردني ويسعد صباح أهلي في ماحس. نحن الآن في هذا اليوم يوم الخير، يوم ماطر، من أمام مبنى البيت ماحس، وإن شاء الله تم طرح عطاء البيت وإن شاء الله سيتم إنجازه قريبا. بيت ماحس هذا هو بيت لأهالي ماحس جميعا، لخدمة أهل ماحس لكافة المناسبات التي ستتم في هذه المنطقة، علما أنه هذا العطاء تعطل فترة بسيطة وإن شاء الله تم الإنجاز وسيبدأ العمل به قريبا خلال الأيام القليلة القادمة. وكل الشكر لوزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالينا رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بدعمه المباشر بمبلغ 200,000 دينار، هذا الذي جعلنا نحن نتحمس لإنجاز المشروع. يعني هذا المشروع بيت ماحس مين بيخدم ولإيش وجد؟ يخدم أهالي ماحس كافة ولكافة المناسبات إن شاء الله ستتم أخذ قرارات مجلس بلدي، وهو خدمة للمجتمع المحلي بكافة مناسباته، يعني بالأعياد وبالأعياد ومناسبات الأفراح ومناسبات الاجتماعات بالترح كافة المناسبات. يعني هذا المساحة له وتكلفة التشطيب. الآن إحنا الآن مرحلة العظم انتهت، الآن مرحلة التشطيب الفينيشنج، نحكي عن التكلفة كم ومتى سيبدأ العمل والمتوقع أن ينتهي من أجل المتابعين وأهلنا بماحس يعرفوا إن شاء الله. تصديق العطاء في مراحل الأخيرة في وزارة الإدارة المحلية، ونشكرهم كل الشكر للتعاون المستمر معنا بهذا المشروع. كلفة المشروع بحدود 400,000 دينار أردني، ولولا دعم معالي وزير الإدارة المحلية لما وصلنا لهذه المرحلة. الأيام القليلة القادمة سيبدأ العمل به، وكذلك عنا الحديقة بتبرع من سيدي صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني بمبلغ 195,000 دينار، وتم إحالة العطاء والدراسات قائمة الآن لتوسعة الشوارع وعمل الحديقة بالتعاون وبالتشاركية مع مركز زها الثقافي بنفس النمط الموجود في مركز زها الثقافي في مناطق عمان ومناطق المملكة. يعني نحكي عن المكارم الملكية وهذه المبادرة الملكية اللي هو منطقة وملاعب اللي بتنقصها منطقة ماحس بشكل عام، ماذا سيكون داخل هذه الملاعب ولمن ستفتح وأوقاتها والموجود فيها؟ والله هذه الملاعب هي دعم لشباب ماحس بكافة الأعمار. عندنا الملعب البلدي إن شاء الله كذلك في دعم بحدود مبلغ 60,000 دينار لعمل مرافق عليه من غرف لغيارات الشباب والهذا، وكذلك كهرباء للملعب لأنه لا يوجد فيه كهرباء الآن. وطبعا الملعب البلدي احنا قمنا بتسكيره أمام المناسبات، وذلك لاستمرارية إدامته للألعاب وللشباب اللي يقوموا بالتدريب عليه، وللأهالي في المساء يقوموا يعني أنهم ترويج عن أنفسهم. الآن البلدية خرجت عن النطاق الخدماتي إلى النطاق الاجتماعي وكذلك خدمات الثقافية وإلى آخره، ماذا تقدم بلدية ماحس لأبناء المنطقة مستقبلا ومشاريعكم المستقبلية عشان أهلنا ماحس يعرفوا؟ يا سيدي والله احنا في كمان قمنا في ماحس بتأسيس قسم لتمكين المرأة
هذا القسم من النشاط ونشاط كبير وتقوم عليه سيدات من سيدات ماحص وخاصة من أعضاء البلدية اللي موجودين معنا في البلدية. هذا عملنا نشاطات ثقافية مع بالتعاون مع وزارة الثقافة، وعملنا السنة مشروع بمقام الخضر لسيدات ماحص للاستفادة من المشاريع الصغيرة اللي قوموا فيها لغايات تمكين المرأة من النواحي الاقتصادية والهذا. يعني احنا نتحدث عن منطقة ماحص، منطقة سياحية بامتياز، ووجود الأشجار، وهي مطلة على الضفة الغربية ومناطق جميلة. هل هنالك سياحة مستقبلا في أفكار بلدية ماحص أو بالتشاركية مع وزارة السياحة لإخراج هذا المشاريع وهذه المشاريع إلى أرض الواقع؟ والله إحنا نفكر بالتعاون مع وزارة السياحة على أساس أن نعمل ماحص ممر سياحي لغايات عنا مقام الخضر وعنا مقام النبي شعيب، أن نعمل ممر سياحي، وحكينا بالموضوع مع مسؤولين في وزارة السياحة ورحبوا بهذه الفكرة. كذلك عنا مشروع الرفع المساحي لأول مرة، أنه بلدية تقوم بالرفع المساحي وذلك بتصوير ماحص كاملة وتنزيلها على المخططات، مخططات لغايات إنجاز المخططات آليا، يعني صار العمل بالبلدية سيصبح كله أتم إلكتروني أوتوماتيك، تحصل على مخططك صحيح، ما في أي مشاكل، ما في أي هذا. كذلك قمنا بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإنجاز هذه المهمة، وهي في مراحلها الأخيرة بمراحل تصديق المخططات ولا هذا، من أجل البعد عن الخطأ الفني بالرسم اليدوي في البلدية. يعني أنا في نهاية هذه المقابلة الشيقة مع رئيس بلدية ماحص السيد فيصل الشبلي، اللي اليوم تحدث عن دعم المرأة، تحدث عن دعم الشباب، تحدث عن دعم المجتمعات المحلية من البلدية وكذلك من المكارم الهاشمية على هذه المنطقة، وهو وجود حديقة لخدمة أبناء المجتمع المحلي. ماحص تتقدم يوما فيوم. الآن بعد قليل سيكون معنا عضو مجلس محافظة البلقاء عبد المجيد العبادي للحديث أكثر عن مشاريع أكبر وأكثر في بلدة ماحص، لتكون هذه المنطقة دائما متميزة بالسياحة والثقافة وكذلك الأمور الاجتماعية والترفيهية اللي بتخص الشباب والمرأة وأبناء المجتمعات المحلية. إلكم زملائنا بالاستوديو.